السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ان طارت او سيترون بطريقه جدا بسيطه. غادي نبداو بمقادير لا كريم او سيترون. غادي نحتاج العصير ديال 4 ديال الحامضات، غنحتاج كذلك لو زيست ديال 3 الحامضات، غادي نحتاج 150 غرام ديال السكر، غادي نحتاج كذلك 20 غرام ديال المايزينا، وغادي نحتاج 60 غرام ديال الزبده، وكذلك غادي نحتاج 3 ديال البيضات. جوج البيضات غادي نديرهم كاملين، والبيضه الثالثه غادي ناخذ غير الصفر ديالها. وكذلك غادي نحتاج العجينه ديال لا طارت اللي انا ديجا وجدتها وحطيتها في المول اللي غادي يدخل الفران. انا راه ديجا حضرت معكم هذه العجينه في فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. اول حاجه غادي نبدا بها غادي نحضر لاباط، غادي نطيبها ندخلها للفران اللي انا ديجا سخنته على درجه حراره 180 درجه، غادي نخليها بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه، وباش ما تنفخش لينا لاباط ملي كنا تنطيبوها غادي نضيف عليها حموض. هو هاد الطريقه هادي باش ما يخليهاش تنفخ وهي تطيب. اذا كان عندكم دوك ليبول اولا دوك الكويرات الصغيره اللي تتكون سبيسيال مول هاد الغرض هذا الخياط تستعملوهم، انا ما عنديش، فتقدروا ديروا بحالي بحال هكا سواء الحمص اولا العدس اولا اي حاجه عندكم، اي نوع من القطاني عندكم، ورانا تنرميوهمش، نقدروا نحتفظوا بهم ونستعملوهم مره اخرى. ودابا غادي ندوز باش نحضر الكريمه ديال لو سيترون. غادي نضيف لها 60 غرام ديال الزبده، غادي ندخلوها للثلاجه تبرد مزيان تقريبا واحد ساعتين حتى 3 ساعات. هذا هو الشكل النهائي ديال لا طارت او سيترون ديال اليوم. انا من بعد ما بردات زينت الجوانب ديالها بالشوكولات، كذلك كتبت هذه العباره ديال سيترون. وبالنسبه للتزيين راه تيبقى على حساب الرغبات كل واحد. من الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. كذلك البنات اللي ما مشتركيش في القناه ديالي يا ريت يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس، ما تنساونيش بلي جيم بلي كومونتير، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.